الاخوات راه رخيصه، راه ديري ليها بروموسيون في ليد البنات الا بغيتو تغتنموا الفرصه. الاخوات رمضان تبارك الله على الابواب، راهم دايرين ليها البنات غير جوج الاورو 26. البنات كانوا دايرين 3 اورو 59، وغادي تبقى لكم غير بجوج الاورو 26. البنات راها بروموسيون هاد السيمانه. ليد ليد الاخوات اول مره كنلقاه هذا البنات، راه فيه الدقيق كومبلي، وفيه الدقيق ديال الصوجا، وفيه الدقيق البنات ديال نوار الشمس. هانتوما البنات راه كلشي ميلونجي جديد البنات ديال ليدل. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا بألف خير. المهم البنات اليوم جودي جينا ان شاء الله نشوفوا لاغيفاج ديال ليدل على الدخله. حاطين هاد عجبوني هاد البنات، كيجيو هكا ديري فيهم بحال شي بلون شي شجره شي حاجه البنات. شفتوا الثمن ديالها 7 اورو 99. كاينه في هاد الخضيدر هذا، كاينه في البيض، وكاينه في الكري. زوينين البنات وكبار تبارك الله. كاين هاد لي بلوند هادو زوينين، هادو حتى هما البنات هادو طبيعيين، يدير لهم حتى هما اوفر سبيسيال 16 اورو 99. المونغ البنات راه داير ليه 99 سنتيم لا بياس، والكركاع راه داير ليه البنات 2 اورو 99. يعني سالات البروموسيون البنات راه داير ليه 2 اورو 99، يعني الثمن ديالو العادي. واحد البنت اللي كتقتلني بالضحك في لي كومونتير، عرفتي شنو؟ محمقه الكركاع، قالت لي كيفاش نتوما عندكم 2 اورو 99 وحنا عندنا 5 اورو؟ شوف اختي مالك الا تجي تسكني هنا في ليا. عرفتي البنات والله الا شحال هذا، وهما زعما فريمون داير ليه ثمن رخيص. نتوما كيف كتشوفوا 2 اورو 99. المهم دايرين هاد الخيزو البنات كاوت شخصيه كتجي هكا فيها كيلو ونص، ديري ليها 1 اورو 99. مندرين هذا البنات كتجي هكا فيها كيلو ديال السبان، الثمن ديالها 2 اورو 29. كيوي هذا حتى هو البنات راه ديال السبان، حتى هو فيه كيلو، الثمن ديالو 2 اورو 99. مندرين هذا حتى هو راه بروموسي البنات، كتجي هكا شخصيه فيها كيلو ديال السبان 2 اورو 49. موند ايفي للبنات كيجي هكا الثمن ديالو، ديري فيه 200 غرام البنات. اللوز ايفيلي ديري ليه 1 اورو 78، 200 غرام. الكركاع حتى هو البنات فيه 500 غرام، 5 اورو 49. دايرين حتى هاد اللوز بيو البنات فيه 150 غرام، الثمن ديالو 2 اورو 89 بيو. البنات هاد لي غولو هادو كيجيو هكا كيف كتشوفوا البنات، كانوا ديك المره جايبين غير واحد، دابا جابوا جوج البنات. ديري ليه اوفر سبيسيال دوبل اكس ال، الثمن ديالو 6 اورو 79. البابي ديال الطواليت اعزكم الله فيه 8 ديال لي غولو تبارك الله كبار. شو الاخوات هانتوما البنات 8، ديري ليه اوفر سبيسيال 3 اورو 49 تبارك الله. شحال حبيت كونديتي كبيره. دابا لي زوفر سبيسيال ديال هاد السيمانه البنات راه جايبين هادو ديال هادي ديال كاوكاو، كتجي تبارك الله شخصيه كبيره بحال شكل دي شيبس. المهم فهمتوا البنات، هما ديال كاوكاو فيها 450 غرام، الثمن ديالها 1 اورو 99. المهم حاطين هاد البنات راه ماشي اوريو، هذا راه ماشي اوريو، راه عي داير بحالو في الشكل. شوفوا البنات راه حاطينه اوفر سبيسيال، حتى هو هاد السيمانه مي ما بانليش البخي ديالو. شوفوا البنات ما بانش ليا البخي ديالو. ايوا باردون حاطين هاد الكاوكاو هذا حتى هو البنات راه دايرين ليه سيغ لو دوزيام 60%، شاصيه فيها 500 غرام. المهم الاولى البنات 3 اورو 93، والثانيه كتبقى لكم غير اورو 57. البنات راه داير انغو 29. المهم نكملوا الجوله ديالنا. مسكين هاد البنات زوين هكا داير شكل هكا مادلين هكا بهاد الحبيبات ديال الشكلاط، فيه 8 ديال لي بيس، وجاني بحال كل وحده كاينه في شاصيه البنات. شفتوا الثمن ديالو 1 اورو 99، دايرين له البنات اوفر سبيسيال فيه 240 غرام. كاين هاد الموديل هذا الاخوات، هذا حتى هو كيجي زوين، هذا شفتوا الثمن ديالو 2 اورو 29، كيجي هكا بالشوكولا. كاين هذا البنات موطارد، هذا موطارد الاخوات، شفتوا الثمن ديالو 99 سنتيم. كاين هاد البريباراسيون هذا ديال البانكيك البنات، هذا راه كيجي الخلطه مبريباري البنات، يعني كاين هذا كاين فيه دي موديل البنات. شفتوا ديري ليه 1 اورو 90. كاين هذا ديال الشوكولات
هانتوما الاخوات يعني مقادين ومصايبين، والبنات عمري ما جربتو. المهم اللي مجربها تقول لي انه راه زوين ولا خايب. الثمن ديالو البنات فريمون رخيص، اورو 9. واخا هادشي انا فريمون ما نكذبش عليكم كنفضل تصايبيه في الدار، ما يعني المقادير ساهلين بزاف. كاين هادو حتى هو تجيني هكا حتى هو بحال لابريباراسيون ديال الماطلين. كيجي هذا لامارك ديال ارزا، الثمن ديالو 2 أورو 99. 99 الاخوات. كاين هذا ديال لي سيريال هكا ديال لي سيريال اللوز شربات 2 أورو 19. كاين هذا البنات هذا الشوكولاته هذا زوين، هذا هادو البنات دي مغصو ديال الشوكولاته بحال هكا فاش تصايبوا شي غاطو شي حلوه شي حاجه كديروا في وسطها الشوكولاته، شفتوا هو هاد لي مغصو هذا كاين فهاد الشاصيه هادي. غير البنات ما عرفتش علاش البخي مالهم اليوم بزاف ديال البخي ما محطوتش. المهم راه زوين البنات هاد الشاصير عاد تنفعكم اختي. دابا تبارك الله رمضان جاي يا اختي الحلويات عاد كل نهار كنبقاو نتحموا. المهم البنات كاين هذا كونفيتور، هاد البنات ديال الحليب عمري ما جربتو. كونفيتور هاي البنات ديال الحليب الثمن ديالو 2 أورو 49. هانتوما البنات جابوا هذا حتى هو، هذا كيجي هكا بكواساك ميلونج هكا كركاع لوز بيستاج شتو فيه 150 غرام، ما كاينش البخي. المهم نبارطاجي معكم البنات شويه من هادشي اللي محطوط هاد السيمانه. كاين هذا البنات ديال الشامبينيو، هذا تيجيو فيه 3 ديال لي بواط البنات بروميير كاليتي، الثمن ديالو داير ليه 60%. الاول كتاخذيه ب 3 أورو 69 والثاني كيبقى لك أورو 47. كاين هاد السيرو هذا حتى هو زوين مي ما حاطينش ليه البخي البنات. المهم حاطين هاد العصير هذا كيجي هكا يعني فيه بزاف هكا كاتبين لك البنات 100% بيو، الثمن ديالو 2 أورو 29. فيه إطرو البنات. كاين هاد لي كومبوط هادو الاخوات هو كيجي فيهم هكا التفاح البلوط شفتو بروميير كاليتي البنات أورو 59. وكاين هاد لي كومبوط هادو اللي كيكون اللي كيجيو بيو هادو فيهم البنان والتفاح 4 ديال لي كومبوط أورو 29. وحاطيني اختي هذا ان شاء الله غادي نديه هذا البنات. المهم هذا ديما كيجيبوه ديال كتعجبني هذه البنات الزبده ديال كاوكاو. راه حنا انا قلتها لكم ديما حنا ما كيحطوش عندنا البنات ديما، حنا كيحطوا عندنا غير فاش كتكون دي اوفر سبيسيال. المهم بما ان سيدنا رمضان على الابواب اختي ناخذ منهم واحد 3 ونديهم باش ديك الساعه جابوهم ما جابوهمش اختي ماشي شغلي. ديك الساعه راه عندي في الدار ماشي غنبقى كل مره نطلو جابو جابو. فريمون البنات والله الا كيعجبوني بزاف هذاك الشيء باش كناخذهم ديما وراه كنبارطاجيهم معكم ديما. البخي البنات راه قلت لكم ما عرفتش مالهم مع لي بخي مي كنظن 2 أورو 29. هذه هي باش خديتو اخر مره جو بونس البنات فريمون راه دايرين لي اوب سبيسيال ما عرفتش ناخذو دابا نسالي نسالي الفيديو باش ما بقاش متقله. هاد البصله هادي كتجي مقليه شفتو مقليه دايره 2 أورو 59. شي هي اللي حطي ديرينا في الساندويتش من الفوق ما عرفتش كيف كتجي البنات عمري ما جربتها. المهم الثمن ديالها 2 أورو 59 البنات. كاين هذا البنات هذا هذاك ديال كورنيشو البنات شفتو كيجي هكا دوائر كيجي عراض كبار زعما زوين. ها هو كيجي في لي ساندويتش فاش ما جا البنات نقول لكم القرعه فيها 670 غرام أورو 79. لي شيبس هادو البنات شفتو كيجيو هكا وكاينين بالفخوماج كاينين نشوف البنات فيهم موديلات نقول فيهم 135 غرام. المهم دير لك البنات سيغ لو دوزيام 50%، يعني الاولى كتاخديها بأورو 65 والثانيه كتاخديها ب82 سنتيم. هاد الدقيق هذا اول مره كنشوفو البنات في ليدل كيف كتشوفو بريباراسيون ديال الخبز هذا يعني مبريبارينوليك زعما قالك البنات فيه الدقيق الدقيق كومبلي يعني محيدوش منه ما محيدينش منه النخاله يعني كامل حط دايرين فيه الدقيق ديال الصوجة ودايرين فيه البنات الزريعه ديال نورت الشمس. هاي كتشوفو الزريعه البنات شفتو يعني اول مره البنات كنشوفو هكا في ليدل يعني غير تلحقي وتصايبي به الخبز الثمن ديالو 2 أورو 79.
جايبين بزاف هادشي ديال لي كاطو، فهم شو البنات. ها كاين هاد المسكوته هادي بسكوت، شو هذا شو البنات ديال الحامض، الثمن ديالو 2 أورو 79. هذاك ديال لي فخويسك البنات ها هو حاطينو حتى هنايا، الثمن ديالو 2 أورو 49. فوالا الناس حاطين هكا ديال هادشي ديال لي كاطو، حاطين بزاف بزاف ديال هاد لي موديل هادو. شو البنات هذا 2 أورو 19. كاين هذا كيجي هكا 2 أورو 59. شو البنات فريمون بهاد الموديل حاطين بزاف هكا البنات في ليدل. هادو كيجيو بحال هكا شو فريمون البنات. هاد البانكيك هذا كيجي هكا طايب عامر بالشوكولات 2 أورو 79. حاطين هاد لي تيزان هادو زوينين هادو البنات. هاد لي تيزان هادو كيجيو هكا بالحامض هذا، وفيهم حبة الحلاوة، وفيهم شنو هذا النعناع، وهذا شنو هو البنات حرقسوس ما عرف شنو هذا. المهم هادو البنات راه زوينين كاع، هاد لاماركة هادي كتكون زوينة البنات. الثمن ديالها 2 أورو 55. يعني قال لك شو البنات كتخليش لك كرشك من فوقها كتهضم عليك. زوينة هاد البنات فريمون. كاين هاد الموديل هذا وكاين هاد الموديل هذا، شتو فريمون البنات راه زوينين هاد لي مارك هادو اللي عشاق التيزان البنات. شوفو كيف هادشي ديال الشوكولا حاطين بزاف البنات من هاد لي موديل هادو، دايرين 99 سنتيم البنات. شامبوان البنات ديال القمل راه باقيين حاطينو في ليدل بالنسبة للأخوات اللي باغيين يشريوه، راه زوين هذا البنات. شوفو هذا واخا تشريوه وتخليوه عندكم في الدار، لأن ماشي كيكون ديما محطوط، يعني بحرا جابوه وكيجيبوه دي فوا ماشي ديما، ورخيص البنات 4 أورو 99. هذاك اللي كانوا جابو ديك المرة راه كانوا دايرينلو 99 إلا عقلتو البنات، حيت دي فوا كيعيطولك كيقولك راه لقاو شي حد في القسم فيه شي حاجة ولا، فهمتو البنات. هذاك الشيء باش يكون عندكم في الدار، فين ما عيطو لكم ها شامبوان عندكم لا لقيتو شي حاجة غيم، وثمن ديالو اللي مناسب البنات. هاد أريال الأخوات يعني راه قالك فيه 20 وزايدين فيه 13 كابسيل غاتوي، 13 بنات غاتوي، يعني فيه 33، الثمن ديالو 12 أورو 59. أم البنات راه دايرين ليه 70% صيغ لودوزيام، يعني الأول كيبقى لك ب 6 أورو 95، الثاني كيبقى لك غير 2 أورو فاصلة 8 البنات. راه فيه تبارك الله 43 تصبينة كيف كتشوفوا، دايرين ليه 70% صيغ لودوزيام البنات. الأول كتخلصيه بالثمن ديالو 7 أورو فاصلة 18، والثاني كيبقى لك غير 2 أورو 15. الحوت هذا البنات راه فيه لوط ديال 3، قال لك بالزيت زيت أوليفا فيرخين إكسترا البنات، شميت يعني زيت الزيتون الطبيعية، الثمن ديالو 6 أورو 29. موتزاريلا الأخوات كيف كتشوفو دوبل إكس إل، هاهي البنات يعني فيها 3، الثمن ديالها 1 أورو 59 البنات. البنات راه باقي ندري ليها بروموسيون، راه ديال اسبانيا كيف كتشوفوا البنات، زوينه هذه البنات شحال من مره انايا خديتها، زيت بلديه هذه البنات، الثمن ديالها 8 أورو 59، فيها ايبرونس. هذا الحوت هذا البنات كيجي هكا بلاصوص طوماط 50% سيغ لودوزيام، الاول كيبقى لك بـ1 أورو 3، والثاني كيبقى لك غير بـ51 سنتيم. هاد الزيت راه رخيصه دايره 2 أورو 26. انا البنات هنا جيت لقيتها ما مافيشياش 3 أورو 59، هزيت هادي ومشيت للاكاس قلت لهم راها هاد السيمانه دايره 2 أورو 26، قالوا لي وي صباس على كيس 2 أورو 29، غير هما ما دايرينش البنات البروموسيون، تبقاو تردوا البال صباس 2 أورو 26. البنات رمضان قرب على الابواب باذن الله، المسمن البطبوط الرغايف الاخوات، الزيت راه رخيصه باردون الا بغيتوا البنات تشريوها وتطرفوها، يعني ما فيها والو البنات لان في رمضان تخافوا البنات تطلع البنات وترجعوا غادي نشريوها بنفس البخي ب 3 أورو 59، وغادي نوليو نشريو فيها غاليه. اللهم الانسان يشري شويه دابا ويخزن حتى ديك الساعه الا طلعوها ماشي مشكل البنات. فريمون البنات راه الزيت رخيص الاخوات، راه رمضان قرب المهم. وكاينه هالزيت البلديه حتى هي البنات، هذه راه واحد البنت كتبات في الكومونتير مسكينه قالت لكم وما جاوبتوهاش، قالت لكم اللي مجرب هاد الزيت يجاوبني بغات تشريها. اختي انا كنقول لك هاد الزيت راه زوينه، انا البنات كنشري هذيك اللي وريتكم فريمون البنات، ديما كنت هذه ديال 3 لتر عمري ما خديتها، مي كنظن نفس لا مارك لان حتى هي ديال اسبانيا، وكاع الزيت ديال الصبليون راه زوينه اختي، اي حاجه جات من الصبليون
اي حاجه جات من الصمريون زوينه فريمون البنات. الثمن ديالها 3 لتر، الثمن ديالها 13 اورو 99. وكاينه هذه ديال، هادي ديال 3 لتر راه باقي ندير فيها بروموسيون، انا فوقو 79، ولكن جو بونس هادي كتطلع رخص. هادي زوينه البنات. البنات بغيت نشكركم واحد الشكر والله العظيم الا كنشكركم بزاف 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 على التفاعل اللي تفاعلتوا معايا. فاش قلت لكم البنات اما حسن اشمن دقيق اللي يعني تنصحونا، اللي جربت شي دقيق تقول لنا. البنات كلهم رسلوا لي ميساجات، كنشكركم بزاف. المهم انا الخلاصه ديال الميساج البنات، تقدروا تدخلوا الفيديو وتقراوا كاع التعاليق ديال الاخوات، يعني خلاصه القول بزوجهم زوين. اكثر ديال البنات قالوا لي بشرى حنا الحمراء كنستعملوها الحلوه، كنستعملوها المهم هذاك الشيء ديال الحلوه وداك الشيء، والزرقاء كنستعملوها للخبز المسمن فهمتوا، كتطلع واعره. واكثر ديال البنات كيقول لك انا كنستعمل الحمراء، كنستعملها الحلوه، كنستعملها للخبز، كنستعملها لكل شيء، رائعه. اقسم بالله واحد البنت قالت لي اختي انا بشرى كنجي من الصبليون حتى لاسبانيا، من اسبانيا حتى لفرنسا باش ناخذ هذا الدقيق الحمر. البنات باش كتاخذ هذه لافارين الحمراء هذه كتجي من، قالت لي واعره بشرى، واعره واعره. البنات يعني خلاصه القول. ثاني كتقول لي شحال من وحده كتقول لي بشرى انا كناخذ الزرقاء كنستعملها البغرير، كنستعملها المسمن الحلوه، كتصدق لي واعره. يعني خلاصه القول البنات راه جات زوينات. وواحد البنت قالت لي بشرى كناخذ بيو لافارين بيو، قالت لي كتصدق لي في البيتزا واعره. هذه البنات راه دايره اورو 11، قالت لي هذه يا بشرى في البيتزا كتصدق لي واعره. المهم الاخوات انا راه المهم زعما فريمون والله زعما تصدمت من التفاعل ديالكم، كنشكركم بزاف من قلبي، وزعما والله واخا كنشكر فيكم حتى لغدا ما غاديش نوفي الشكر ديالكم. البنات اللي بغيت نقول لكم الاخوات وهو راه الدقيق الزوين في ليدل، راه البنات زعما كلهم اكدوا لي على هذا بان لافارين زوينه البنات فريمون. انا راه كنستعملها والله البنات الا كنستعملها، انا حاليا عندي الحمراء كنستعمل الحمراء من البنات، راه حتى الزرقاء زوينه. يعني انا اللي خلاصه القول البنات وهو ان الدقيق غير خاصك تفهميه، لان كاين الدقيق اللي كيشرب الماء، كاين اللي ما كيشربش الماء، كاين اللي فهمتي كاين اللي كثرتي ليه الماء غادي يجرى. اون فوا اي دقيق كتعرفي ليه كيفاش تستعمليه كيصدق ليك. جو بونس الاخوات كنتمنى يعني تكونوا متفقين معايا، اللي شي وحده كتكون بحال جربات شي دقيق وهي موالفه على واحد الدقيق اخر كتقول لك لا هذا راه مزيان، نو راه جو بونس غير ما عرفتيش ليه، كنظن هكا. مي بالنسبه لافاري البنات اللي بغيت تاخذوا ديال ليد رخيصه ثمن مناسب، الزرقاء والحمراء بجوج واعرين البنات، خير دليل على ذلك عرفتي الزرقاء تبارك الله راه كانت هكا البنات، شوفها شوف شحال بقى فيها، والحمراء حتى هي تبارك الله راه كانوا حاطينها حتى الفوق، وشوف تبارك الله شحال فيها. يعني هادشي راه كيطير في نهار وماشي زعما هادي ديال السيمانه كلها. البنات لكم البنات واحد الجوله هكا تعرفوا لي كونفيتور والاثمنه والعسل هكا ديال ليد البنات. غنبدا لكم كاين هذا البنات فيه 330 غرام ديال الفريز كونفيتير، هذا البنات الثمن ديالو 2 اورو 79. كاين هذا الاخوات ديال الليمون فيه 330 غرام ديال الليمون كونفيتور ديال الليمون، هذا كيجي فيه دي مورسو البنات شفتوا، لعشاق المورسو كاين اللي ما كيبغيش لي مورسو، 2 اورو 95. نحاول غير تعرفوا هكا شويه ديال الاثمنه البنات، هذا راه عسل حر، هذا المهم عسل عسل البنات 4 اورو 89 في 500 غرام. هذا قال لك العسل ديال الورد ديال فرنسا البنات، العسل ديالهم فريمون البنات. انا كناخذ هذا، هذا البنات الثمن ديالو 3 اورو 99، حتى هو ديال الورد فريمون في 500 غرام. كاين هذا، كاين هذا حتى هو زوين 4 اورو 5، هذا راه زوين البنات هذا العسل، هذا لي مارك هذا 4 اورو 5 كيف قلت لكم. كاين هذا ديال الكرموس البنات، هذا زوين حتى هو لعشاق الكرموس 2 اورو 79. كاين هذا ديال اش هذا ديال المشمش 2 اورو 79. كاين هذا الموديل هذا البنات فيه الفريز فيه المشمش، هذا البنات فيه 400 غرام الثمن ديالو 1 اورو 35. هادو كيبقاو زعما من الرخاص، هادو 1 اورو 35 البنات. كاين هذا الموديل هذا هو اللي كيبقى زوين، هذا البنات فيه 450 غرام الثمن ديالو 1 اورو 81. كاين هذا الموديل هذا، هذا البنات ديال 2 اورو 20. وكاين هذا الموديل هذا ديال اش هذا برقوق، هذا هذا ديال البنات 2 اورو 75. غير تعرفوا هكا واحد شويه البنات الاثمنه، هذا البنات راه دايرين ليه بروموسيون، دايرين ليه 26%، يعني كندير نو هذاك ديال هذا وهذا، هذا اللي بروموسيون.
كيتلفوني هذا البنات لي بروموسيون شفتو هذا كاين هذا البنات ديال داير 3 أورو 50 غيبقى لكم بجوج الاورو 59 26% ناقصين منه. كاين هذا الموديل هذا البنات فيه 330 غرام ديري ليه جوج الاورو 75. المهم بغيتكم غير تعرفوا البنات هكا شويه ديال الاثمنه. كاين هذا لي موديل هذا البنات كونفيتور هذا هذا ديال حتى هو ديال المشماش. كاين ديال الخوخ اورو 80 اورو 45. بغيتكم البنات غير تعرفوا شويه الاثمنه. المهم ديك الساعه نتوما هذا كيكون فيه دي مورسو هادو حيت كاينين البنات اللي كيكونوا مطحونين مزيان كاينين اللي كيكونوا ما مطحونينش مزيان. شوف البنات كاين هذا الموديل هذا حتى هو زوين هذا كراميل هذا لي كراميل البنات شفتوا هذيك غير شي واحد حاطه هنايا الثمن ديالها 3 أورو 59. المهم غير تعرفوا كاين هاد لي موديل هادو حتى هما زوينين هادو شفتوا هادو البنات دايرين أورو 39 وكاين هاد لي موديل هادو حتى هما أورو 20 البنات هادو حتى هما كيبقاو مرخص هادو أورو 20 450 غرام. كاين هاد الشوكولا هذا البنات نوتيلا دايرين ليه 4 أورو 85 فيه 800 غرام. هادشي البنات اللي كنوريكم دابا راه اثمنه عاديه راه ما كايناش بروموسيون. اورو 83 اورو 83 شوكولات الوليدات. كاين هاد الموديل هذا البنات ديال النوازيت ديال الشوكولا الثمن ديالو 2 أورو 99 كتجي فيه قرعه ديال البلاستيك هذا شفتوا. بغيتكم البنات تعرفوا شي ديال الاثمنه مره كنحاول نوريكم واحد البلاصه وانتم الاخوات كتقارنوا الاثمنه البلاصه اللي رخيصه تقداو منها بصحتكم وراحتكم. كنبغيكم بزاف البنات جيم بارطاج الفيديو واللي مازال ما دارش ابوني دير ابوني كنبغيكم بزاف مع السلامه.